صحه، واش رايك لو كان نهضر مع باباك نجي نخطبك؟ شوف معاه، انا غنستنى فيك وقتاش تجي. خلاص والله غير نتكلوا على ربي. مالا بعثي لي باك النيميرو تاعو. الو الو وي السلام ورحمه الله وبركاته. عمي 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 محفوظ، شكون معايا؟ ما تعرفنيش بصح، انا كنت نقرا مع بنتك في لافاك. الله يبارك وليدي، راني ناوي الحلال ان شاء الله. وقتاش نقدروا نتلاقاو عمي محفوظ؟ جوز لي غدوه ان شاء الله الصباح، راني في القهوه. قهوة سيدي. أهلا يا سيدي، راني عند الدخلة عمي محفوظ، راني الحق. أهلا وليدي ياسين، لاباس؟ نعم، ماشي ياسين. اسمح لي وليدي. اسمح اسمح. اسمح لي طولت عليك. أنت هو ياسين؟ أنا هو ياسين. أمي محفوظ. أمي محفوظ. وش دير في حياتك؟ راني نخدم دوكا في الاي كوميرس، وما شاء الله رانا الحمد لله رانا ندخلوا ما شاء الله باش نقدروا نعيش ان شاء الله طفله. اسمح لي يا وليدي، انا بنتي ما نقدرش نعطيها لواحد هانديكابي. علاش عمي محفوظ؟ ما كيفاش راح يكون مصيرها؟ الدنيا هذه واعره يا وليدي. بصح عمي محفوظ، انا ما نمشيش برك حاجه واحده اخرى، كلش الحمد لله. اسمح لي يا وليدي، ربي يجيب لك من جهه واحده اخرى، انا بنتي ما نمدهاش. احسن نفهمك عمي محفوظ. ما تفهمنيش يا وليدي. عطاك حبيبنا اللي يشرب القهوه، انا ما خلصهاش على بالك. راح هذيك لاديسيون ياك. صحيح وليدي، انا بنتي ما نقدرش نعطيها لواحد هانديكابي، ما نقدرش نعطيها لواحد هانديكابي. مرحبا بكم في عالم المقعدين. على سلامتكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الامتحان. في حلقة اليوم كما راكم تشوفوا انا مقعد ومن ذوي الهمم. راح يشاركني في تقديم هذه الحلقة الاخ اسامة. السلام عليكم يا حيل. عليكم السلام. الله يحفظك، مرحبا بك يا حيل. معكم أسامة. أسامة شاب جزائري يبلغ من العمر 20 سنة، ولد بإعاقة منعته من المشي، لكن بالرغم من كل شيء إلا أنه متفائل ومحب للحياة، يلعب يقصر وعايش حياته كأي شخص آخر. اليوم راح نقعد معك ونشاركك ونعيش حياتك 24 ساعة. الله يحفظك. وش جبت لي معك؟ تحدي. تحدي؟ تحدي النزول من الأدراج. حلوة. طيب يلا نتكلوا على ربي. حلوة. يلا. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة هادو هما الدروج؟ هادو هما. ونقدر نحط رجلي هكا غير شوية باش ما نطيحش؟ لا لا دير هاي دير حبسة. جبت لي سبتها. الله اكبر، انت صحراني رجليا ما نقدرش نستعملها. ايوه اصبر، نديرو السبتة. ايوه هكذا هكا. والله غير صعيبة. والله غير صعيبة. صعيبة نايلة. بسم الله. بنت اخرى يا ربي. خفتي؟ والله غير صح، خفت. أخ تضحك؟ لا لا ما نضحك.
ارتهابية أسامة. ارهاب. وانت كيفاش تحبط؟ كيف احنا باك؟ كن وضعي لك. بسم الله. السلام عليكم. انا عييت يا أسامة. يدي وجعتني. يلا. وينك الدايني أسامة؟ أنا دايلك حدي الثاني. حدي الثاني؟ آه. ركب سيارة. هات سيارة. آه عندي سيارة. وحدك أنت. الله يسلمك. مليح مليح. وانت كيفاش تطلع طوموبيل؟ بسم الله يا ربي. اولا نضربك ندير هكا وشداك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعاونك. لا لا حاولني ما ودو. على هالقية حبيبي. مليحة. هاي هاي. عندنا تحدي واحد اخر. عندنا. هاي نروحوا تحدي واحد اخر. يلا. جبتني هنا اسامه. دوكا واش نديروا يا رحم بابا؟ نحك ندير هاي اخر تحدي. صح يا ما تقدرش تقطع هكا لوطور تبينها ما تقدرش لازم تطلع فوق الباصله معليش. حق الله ولا يعاونوك؟ يعاونوني؟ اه. وإذا ما عاونونيش؟ قولوا ربي. ميساج واعر هذا أسامة. ميساج واعر. أنا بعد. سيبري. ولا ما عاونوك نوكلوا عليهم ربي. أنا هكا. قال لك إذا ما عاونوكش وكل عليهم ربي باش تشوفوا كيفاش معاناة هذه الفئة. جماعة لاباصيلا اللي راهي كاينة بصح كاين دروج، كيفاش نطلع لاباصيلا باش نقطع لوطور؟ هذه حالة الآلاف من الأشخاص اللي معاقين حركياً وما يقدروش يقطعوا الطريق السريع وما يوجدوش الطريقة لأنه حتى أغلبية المعابر غير مهيئة لهذه الفئة. فحبذا لو يتم تهيئتها بهذا الشكل باش نسهلوا عملية تنقلهم. إلى هنا مشاهدينا الأفاضل وصلنا لنهاية حلقة اليوم. حلقة اليوم كانت صعبة جدا. نشكر الأخ أسامة على هذه الحلقة. كما شفتوا مشاهدينا عشت ليوم كامل كمعاق وشفت معاناتهم. حقا هم يعانون في صمت. نتمنى من كل الناس أو السلطات اللي شافتنا أو شافت هذه الحلقة أنه يأخذوا هذه الحلقة بعين الاعتبار. هذا هو امتحان لنهار اليوم. صحة فطوركم. ممكن أي واحد منا يكون في مكان أسامة، وليدك، جارك، فاميلتك، أو حتى أنت. خمم فيها. كان هذا امتحاني لنهار اليوم. صح فطوركم.